انفتاح جزائري غير مسبوق على الاستثمارات العربية يؤكده التوافد المتواتر للبعثات الرسمية لعدد من الأشقاء، والذي توج بعقد عدد من الاتفاقيات والشراكات، وهي صورة تثبت تزحزح العراقيل التي كانت توضع في عجلة التقارب الاقتصادي العربي في الجزائر بخلفيات إيديولوجية خدمة لمصالح رؤوس الأموال الأوروبية المنافسة بالخصوص. خبراء ومتتبعون للمجال الاقتصادي ثمنوا هذا التوجه واعتبروه فرصة لابد من استغلالها في الوقت الراهن، سيما بعد صدور قانون الاستثمار الجزائري الجديد الذي سيعطي دفعا قويا لجذب المستثمرين من حيث المزايا المتاحة. الاستثمار يكون ضمن تكتلات اقتصادية جهوية، حقيقة العالم ينادي بحرية التجارة وينادي بالعولمة أو ما يعرف بالشمولية عند الدول الأنجلوساكسونية، ولكن في الحقيقة الاستثمار يكون ذو فاعلية في ضمن تكتلات اقتصادية جهوية. رجال أعمال العرب أبدوا استعدادهم لتفعيل هذا التعاون في مختلف القطاعات لتعزيز مستقبل العلاقات بين الدول. نركز على الشركات الجزائرية بالذات من شان أنه يصير نوع من التوجه للعمل في العراق والمستقبل القريب إن شاء الله يكون انفتاح من قبل الشركات الجزائرية، ونساعد بعضنا كدول عربية ونطلع استثمارات أحسن. استغلال الطاقة الكبيرة التي تمتلكها الدول العربية لبعث تكامل اقتصادي عربي يليق بطموحات الشعوب أصبح ضرورة ملحة في ظل التكتلات الدولية التي أصبحت لا تؤمن بالضعيف في عالم القوة.